نحن في وسط مدينة غزة، هنا تتكدس أطنان من القمامة داخل هذا المكب الذي تحول إلى محطة رئيسية لترحيل النفايات من مختلف أرجاء المدينة، مشهد بات يؤرق الكثيرين من سكان غزة. فبعد عقدين من الزمن على إنشاء محطة الترحيل هذه، تحولت المنطقة بأكملها إلى مكب كبير لتجميع النفايات، الأمر الذي ترك تبعات خطيرة على البيئة وعلى صحة الناس هنا. عندك أنت أول إشي هن مركز القطان للطفل، جنبيه المكتبة العامة، جنبيه في ملعب كورة، جنبيه لقدام عنه في مباني سكنية، كل هذا بنصهم جايين يعملوا محرق للزبالة، والله ما هو منطق. سكان المنطقة يعانون بسبب هذه المشكلة، بعضهم وجد الحل في ترك منزله وآخرون عرضوها للبيع مع تكدس أطنان القمامة يوميا، فيما يطالب الكثيرون بلدية غزة بالبحث عن حلول جذرية لها. مش حياة انه طبيعي يعني بيعضاره هاني، يعني ايش يسكن جنب الزبالة يجيب المرض لو الأطفال تبعونه يجوا يلعبوا الزبالة، ها بدل ما يجعل يلعبوا منتجعات ونوادي يلعبوا الزبالة يجوا بصحش. البلدية تؤكد بدورها أن الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال العدد الكافي من سيارات ترحيل النفايات الصلبة يعدان السبب الرئيسي لما يجري، واعدة بالحل القريب. سيتم عمل محطة مغلقة بشكل كامل، سيكون هناك مكاتب إدارية للبلدية فوق هذه المحطة، سيتم معالجة كافة الإشكاليات والمكاره الصحية والبيئية التي يتحدث عنها المواطنين فيما يتعلق بالروائح وانتشار البعوض وغير ذلك. وعود يأمل أهالي غزة أن تعجل في إنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو 20 عاما. أكرم دلول، غزة، الميادين.